افريقيا ما لازموش يجيو يشاركوا في هذه البطوله تحسبا وتحذيرا لبطوله العالم خوفا من الاصابات خوفا من الانهاك وعديد العوامل الاخرى. والنقطه الثانيه ايضا تنظيميه وحكينا عليها برشا هي احترام الوقت. واضح انه يلزم شغل كبير على هذا المستوى في احترام توقيت انطلاق السباقات. ان شاء الله تكون الحاجات هذه تتصلح في القادم الايام، خاصه كانت فرصه للجنه المنظمه والحكام لاخذ الخبره في مثل هذه الملتقيات، وان شاء الله في الملتقيات القادمه تكون في تنظيم اكثر واحسن رغم النقائص القليله حقيقه الموجوده. بعد لحظات انطلاق سباق اذا الاربعه في ال 400 متر سباق التناوب، ذكروا بالمنتخبات المشاركه: المغرب، الكويت، تونس، السودان والعراق. موجودة ياسر رزيق مع المغرب، لكن يبدو أنه وردي موجودة وردي موجودة ما تغيبش وردي. إذن موجودة وردي باش تنطلق الأولى في هذا السباق. ربما المنتخب المغربي بشير خير باش ينطلق بوردي وينهي بآسيا، وهكا يضمن افضل طبعا الحلول والامكانيات. طبعا وصلتنا الان قائمه المنتخبات المشاركه: المغرب لهاجر الضوء، ثم خديجه وردي ستكون ثانيه، والثالثه فاطمه الزهراء رزوق، في حين كما قلنا آسيا رزيقي ستكون الرابعه ومسك الختام بالنسبه للمنتخب المغربي. المنتخب التونسي ان شاء الله لاحظوا كان هالي حمدي باش تاخذ ال 400 متر الاولى، خلود الحدادي باش تاخذ 400 متر الثانيه، مروه النصري 400 متر الثالثه، والختام باش يكون مع حلومه جرفال في الدور الاخير. هذا الرباعي التونسي. بالنسبه للرباعي السوداني عندك بشير؟ الرباعي السوداني نلقاو صفاء عثمان عبد الكريم هي اللي باش تنطلق الاولى، في التناوب الثاني نلقاو إبلة غيث برشم، في الثالث نلقاو نايل أحمد إسماعيل، وفي التناوب الرابع نلقاو تسابيح محمد العيد هي اللي بتنطلق الرابعة والأخيرة في سباق التناوب. في انتظار بتباع بقية العدايات بالنسبة للمنتخب العراقي والمنتخب الكويتي اللي يبدو أنهم سلموا قائمة العدايات نوع من التأخير. المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي أمامكم. هلا حمد. هلا. عداءات المنتخب التونسي أمامكم كما تشاهدون. اختصاص 800 متر. هلا اختصاص 800 متر، طبعا المعلومات هذه جينا مع عند خونا رضا الغالي. هلا حمدي صدريتها 62 هي التي ستنطلق أولى، وطبعا ينطلق الأول يفتح المجال والطريق أمام زملائه ويعطيهم دفع معنوي كبير، لانه طبعا مسؤوليه هاله حمدي ستكون كبيره، لانه عمليه اللونتام تاع السباق وعمليه الدخول في الكورسه مهمه جدا بالنسبه للعداءات، لانه هذا السباق تتابع وتناوب والمسؤوليه مشتركه طبعا بين كل العداءات. الملاحظه كون المنتخب التونسي تقريبا متكون من عداءات المسافات نصف الطويله، هلا حمدي 800 متر، مروه النصري 800 متر، حلومه جرفيل 800 1500 متر، تقريبا العداء السرعه الوحيده هي خلود الحدادي على مدى 400 متر حواجز. ان شاء الله تكون فيه تناسق ما بين العداءات في وجود عداءات سرعه مثل المنتخب المغربي. هلا حمدي خلود الحدادي، مروه النصري وحلومه جرفيل، هذا اذا طبعا الرباعي التونسي. المنتخب العراقي حاول كذلك يفرض لونه في هذا السباق النهائي للتتابع والتناوب، وهي عاده تكون مسك الختام هذه المسابقات استعراضيه، سباقات التتابع بالنسبه للسيدات والرجال تختتم عاده الالعاب. هنا المنتخب العراقي لا نعرف عنه اشياء كثيره صراحه، المنتخب العراقي ولكنه متميز على الصعيد الاسيوي طبعا الى جانب بلدان الخليج العربي. لاحظ عداءات ال 100 وال 200 متر هما باش يلعبوا اربعه في ال 400 متر المنتخب العراقي. تقريبا الفتيات اللي شاركوا المنتخب العراقي باش يلعبوا 400 متر، ما عندوش منتخب كبير. طبعا ما فماش اصداء كبيره على المنتخب العراقي، نتفقوا هالة كثيرة ولا انه منتخب معروف. على عكس المنتخب المغربي الان عرفنا تبيننا وانه
عدائات سرعة باش يشاركوا يعني ذوي الاختصاص. هذا مهم جدا. المغربي حارة حارة جيدة، حارة خمسة خاصة اللفة الأولى تساعد المنتخب المغربي. تونسي كذلك اللفة الحارة رقم ثلاثة. تعطينا فكرة على كيفية اختيار الحارات بالنسبة لا الحارات في بطولات عالمية تكون بالتوقيت، لكن في مثل هذه الدورات بالقرعة يعني يعملوا قرعة قبل ما تراج السور. طبعا نذكر أنه يسحبنا في التحليل الفني لهذا اليوم الرابع والأخير رضا الغالي، وهو عداء تونسي السابق كذلك بطل تونسي صاحب الرقم القياسي في ال 200 متر. وطبعا ما دام نحكيوا على ابطال التونسيين، شاهدنا القمودي، شاهدنا طبعا فتح البكوش، وتونس ستتنكر كذلك الابطال العدائين السابقين. كذلك فما رجال الخفاء ما شفناهمش الحقيقه على الشاشه، كيف ابراهيم العياشي كذلك العداء السابق التونسي اللي موجود في خدمتنا صراحه على المستوى اللوجستي. ولما تسند هذه المهمه لابناء الاختصاص وابناء العاب القوى فانه ما تكون الا النتائج طيبه ومسعدة للجميع، مفرحة للجميع. زبنا نشكر زيادة اللجنة الإعلامية ولا التنسيق الإعلامي اللي قاموا بعمل كبير ومجهود كبير، منتصر اليزيدي اللي خدم خدمة كبيرة برشا، كيف الطاهر ساسي الملحق الإعلامي للجامعة التونسية لألعاب القوى اللي أكيد ساعدونا برشا بتضافر الجهود في غياب ممكن تقنيات البطولات العالمية والبطولات الأولمبية، لكن حاولنا نأمنوا أكثر ما يمكن من الأرقام. زاد كيف تحية للحكام وتحية للمتطوعين اللي شاركوا في إنجاح هذا العرس العربي، البطولة العربية لألعاب القوى في نسختها 20. انتظار إذا انطلاق سباق بشير، ماناش باش نقولوا شكرا للزملاء في الحافلة لأنه العبارة أصبحت طبعا مألوفة، ولكن نقول كذلك كل التحية، نغير كلمة شكر بالتحية للزملاء الفنيين والتقنيين وكل طواقم التلفزه التونسيه على رحابه الصدر، على التفاهم وكذلك على هذه الحرفيه العاليه، لانه صعب جدا بصراحه تصوير واخراج العاب القوى، لانه مش اختصاص واحد، مش مباراه كره قدم، وانما احيانا اربع او خمسه اختصاصات، اربع او خمسه منافسات مختلفه، فيها اللي طاير في الهواء، وفيها اللي يجري القدام يحب يطير في الوثب الطويل، وفيها اللي على الحواجز، وفيها رمح، يعني هذا كله يتطلب حرفية عالية. الصحفيين والإعلاميين أنا نشكر الناس الكل لأنفسنا، خليوا رواحنا للآخر. ليس من باب شاكر نفسه مرة من هنا، طبعا لن نشكر أنفسنا بكثير من التواضع. طبعا نعلق على هذه البطولة ونتمنى أن السادة المتابعين هم اللي يكونوا فرحانين وسعداء. انطلاق السباق إذن 400 متر الأولى، كل واحد يجري في الحاره نتاعه 400 نعم متر يلتزم بالحاره نتاعه. وانطلاقه قويه للمنتخب المغربي كما هو منتظر، المنتخب المغربي صاحب الرقم القياسي العربي، 3 دقائق 37 ثانيه 72 جزء من الثانيه. المغربيه الاولى هاجر الضوء تنطلق لكن ترجع لها. شوف اللحظه السودانيه تقوم ب 400 متر الاولى ممتازه. صفيه عثمان عبد الكريم السودانيه في ال 400 متر الاولى. شوف العراقيه، العراقيه كذلك تنطلق قويه الان، العراقيه ممتازه، العراقيه في ال 400 متر الاولى. عوده للمنتخب المغربي، لاحظوا عوده والمنتخب المغربي عن طريق العداءة المغربيه اللي في ال 400 متر الاولى. هاجر الضوء تسلم لخديجه الوردي، الان تنطلق خديجه الوردي، معروفه اكثر خديجه الوردي بالسرعه، صح الذهبيه ال 400 متر. نعم صعبت الذهبيه في ال 400 متر، سرعه كبيره تتجاوز العداء المغربية على الجهة اليمنى، تحاول بكل قوة خديجة الوردي. سلمت العصا والشاهد في وضعية كذلك مريحة لأنه زميلتها هاجر الضوء وفرت عليها الكثير من الجهد لأنه أعطتها بشكل جيد الشاهد. ونشوفوا كيفاش نبيل تحاول تعطل العداء العراقي. نعم. في احتكاك صغير مع العداء العراقية، برشا خبث رياضي هوني من العداء جيدة في 400 متر. حتى مورفولوجيا الوضعية اللي صارها المغربية، عداء طويلة العراقية، صعوبة تلقاها مورفولوجيا، لكن اللحاق تحاول الآن تتجاوز في ال 400 متر الثانية، عملية التسليم وتنطلق المغربية، صراع ثنائي سيكون عراقي مغربي، ويفاجئنا المنتخب العراقي لحد الآن، يفاجئنا المنتخب العراقي لحد الآن في هذا السباق. الآن تونس تحاول الانطلاق في
في مركز رابع. مركز رابع بعيد، والمنتخب الكويتي مركز خامس واخير في هذه الشهد والصراع عراقي مغربي. والمنتخب العراقي لحد الان ممتاز في هذه الدورة الثالثة في الأربعمائة متر الثالثة. آسيا رزيقي هي اللي باش تحكم في هذا السباق، إذا العداء المغربية. هذه فاطمة الزهرة الأخيرة، فاطمة الزهرة زروق المغربية تحاول الانفصال. هذا التورنو نتاع السباق نتاع الكورس هذه مع فاطمة الزهرة رزوق. فاطمة الزهرة هنا التورنو نتاع الكورس. الآن ستسلم أنيسة رزيقي في وضعية جيدة العصا لتنطلق الآن بكل قوة. أنيسة رزيقي في الأربعمائة متر الأخيرة، شاهدوا عملية التسليم كانت جيدة. تنطلق أنيسة رزيقي وستؤمن الفوز المغربي بالميدالية الذهبية. ممتازة ممتازة قوية جدا أنيسة رزيقي، قوية جدا. شاهدوا هذه البطلة المغربية، لكن الوضعية كانت مريحة، كان التورنو مع فاطمة الزهراء رزيق هي اللي عملت التحول. نتابعوا التوقيت لهنا بما انه النجم ممكن نخلطوا على رقم قياسي عربي. نتابعوا مع بعضنا التوقيت، 3:37 و72 جزء من الثانية. آسيا رزيقي، شوف المنتخب العراقي تستطيع تحطيم الرقم القياسي العربي؟ لا، لم يحطم. رضا على ما اعتقد حقيقه المنتخب المغربي عنده اربع عداءات جيدات، خاصه ومعداءات سرعه في 400 متر. تغلب على المنتخب العراقي، خاصه المنتخب العراقي اللفه الاخيره كان منتخب بالنسبه لي مفاجاه، ما كنتش متصور المنتخب العراقي يقاوم الامتار الاخيره، حصل على البرونزيه. المنتخب السوداني منتخب معروف في 400 متر عداءات النصف طويله. المنتخب التونسي شارك عداءات ما همش اختصاص 400 متر، تقريبا 800 متر و1500 متر. حصل على النقطه الرابعه، عمل عليه ما اذا اسجل الستار على السباق اربعه في ال 400 متر السيدات، والان سيفسح المجال في 400 في 4. سيكون تقديم منتخبات الرجال فيما بعد. لاحظوا التتويج على نصف الماراثون، كان لعبوا الصباح. الذهبية لحياة العلوي في سباق نصف الماراثون، وطبعا الذهبية للمغرب وعزف النشيد الوطني والسلام الوطني للمغرب بعد حين. النشيد المغربي النشيد الوطني المغربي. اذا تتويجا للمغربيه وعديد التتويجات للمغرب في هذه البطوله العربيه، في انتظار الاحتساب النهائي لعدد الميداليات المتحصل عليها. والمغرب الى حد الان مركز اول في جدول الميداليات في هذه البطوله العربيه لالعاب القوى. وبعد لحظات السباق النهائي
السباق الذي ستختتم به هذه البطولة العربية، سباق التناوب الأربعة في الأربعمية متر رجال. مسك الختام سيكون مع سباق الرجال 400 متر في أربعة. هذه إعادة للانطلاقة القوية للمغربية طبعا نجمة المضامير في هذه الألعاب العربية في هذه البطولة، وهي أنيسة رزيقي تصنع الفرجة باللوك الجامايكي هذا الجميل والرائع، وكذلك ببرفورمانس عالية لحد الآن تتميز وتفرض نفسها نجمة لهذه البطولة العربية بأربع ميداليات، ثلاث ميداليات على الصعيد الشخصي فردي وميدالية جماعية مع المنتخب المغربي في التناوب. اكتشف الدورة أنيسة رزيق المئة والمئتين متر، الأربعة في الأربعمائة متر والأربعة في المئة متر، تقريبا اثنين في التناوب اثنين فردي، حقيقة اكتشاف ونجمة الدورة تعتبر. باقة القنوات التلفزية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.